حوار التاسعة مع زيد عبد الوهاب. السلام عليكم. في كل يوم يمر في العراق تضرب الأحزاب السياسية الدستور عرض الحائط وتذهب إلى ممارسات سياسية مزاجية قائمة على انعدام المعايير الواضحة في تشارك السلطة، وتصار دائما إلى انسداد يعتريه العناد، ثم يحاولون بأي طريقة إيجاد مخرج للخروج من البوتقة التي دخلوا فيها. عن جلسة انتخاب الرئيس التي لم تعقد وفرص عقدها لاحقا سنفهم. وسط مقاطعة أغلب الكتل السياسية حول مجلس النواب الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى جلسة تداولية، مصادر سياسية تحدثت عن تفاصيل المشهد، وننقل كما قالوا: تحالف الأغلبية الثلاثي ضامن تحقق النصاب للمرحلة المقبلة. طبعا المستقلون أفرادا وأحزابا سيحضرون. قرار المقاطعة اتخذ على أساس إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري. بالمقابل هذا يعني أن التحالف الثلاثي متماسك، والبارتي يؤكد بقوة لن نتنازل عن ترشيح زيباري، والسيادة متمسك بدعم مرشح البارتي. أما الصدر فموقفه متعلق بقرار المحكمة الاتحادية الذي يتوقع أن يصدر يوم غد، مع وجود طبعا تحفظات أخرى بانتظار أن تبت المحكمة في قضية مرشح رئاسة الجمهورية، وهو المرشح الأبرز بلا شك هوشيار زيباري. المحصل أن المشهد مضطرب والرؤية مشوشة، وهذا يأخذنا إلى أسئلة الحلقة: لماذا قررت الكتل السياسية مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس؟ على ماذا تعول؟ وهل تشهد البلاد تكرارا لسيناريو تأخر تشكيل الحكومة؟ لو الموضوع متعلق بقرار المحكمة الاتحادية وراها ترجع الأمور طبيعية، ما تداعيات تجاوز التوقيتات الدستورية على العملية السياسية بصورة عامة؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في حلقة الليلة من حوار التاسعة. لم تعقد جلسة البرلمان ولم ينتخب رئيس للجمهورية. 30 يوما هي المدة الدستورية التي ألزم بها المجلس النيابي لاختيار رئيس للبلاد، انقضت دون وصول أي شخصية جديدة إلى قصر السلام. هذه التطورات المتسارعة عكست حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل 4 أشهر على الشارع، إذ يترافق شد الحبل السياسي مع أعمال عنف في البلاد بين حين وآخر. وفي الخلاصة، فإن أهمية الحوارات كانت أحد أسباب المقاطعة لفسح المجال أمام الذهاب إلى توافق الكتل السياسية على مرشح لرئاسة البلاد. البرلمان، ونتيجة لسلسلة من المواقف الصادرة عن كتل برلمانية ونواب، أعلنوا مقاطعة الجلسة. أبرز تلك الكتل الائتلاف الثلاثي، الصدر، والسيادة والبارتي. اضطر إلى تحويل جلسته إلى تداولية بحضور 58 نائبا فقط. الجلسة شهدت أداء اليمين الدستورية لعدد من النواب الجدد، إضافة إلى توجيه رئيس البرلمان بمخاطبة أمانة مجلس الوزراء لإرسال موازنة 2022، وتخويل رئيس البرلمان نائبه الأول حاكم الزاملي للشروع بتشكيل اللجان النيابية، الذي أكد أن اجتماعات حسم اللجان ستنطلق غدا وفق 4 معايير، فضلا عن اختيار النائب بيداء خضر مقررا للمجلس النيابي. هكذا أسدل الستار على جلسة خصصت لاختيار الرئيس تحولت لاحقا إلى تداولية فقط. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي هذه الحلقة من بغداد مباشرة: الأستاذ وائل الركابي، عضو ائتلاف دولة القانون، من واشنطن عبر سكايب الأستاذ نزار حيدر، مدير مركز الإعلام العراقي
ومن بغداد أيضا معنا الأستاذ رافد العطواني باحثا في الشأن السياسي، ومن أربيل الأستاذ عماد باجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. مرحبا بكم ضيوفا في هذه الحلقة. قبل الدخول إلى الاستوديو أستاذ وائل الركابي، اطلعت على معلومة تقول بأن يوم غد سوف تقرر المحكمة الاتحادية صلاحية ترشيح هوشيار زيباري بعد أن جمدت الترشيح. هل تعتقد إذا ما صحت هذه المعلومة أننا سنعود إلى مرشح قوي كهوشيار زيباري يعيد ربما الأزمة إلى سياقها الطبيعي ما بين التيار والإطار؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك دكتور زايد ولضيوفك ومشاهديكم الكرام. يعني من الممكن أن يصدر هكذا قرار من المحكمة الاتحادية، ونحن لسنا معنيين بهكذا قرار. يعني قرار المحكمة الاتحادية يجب أن يحترم مهما كانت أصداءه وآثاره على الأطراف الرافضة أو المؤيدة والداعمة التي ينسجم معها هذا القرار أيا كان. وبالتالي من الممكن ومن المتوقع جدا كان أنه ليس هناك من بديل للحزب الديمقراطي مرشح لرئاسة الجمهورية سوى السيد هوشيار زيباري. وبالتالي يعني ندخل ليس بين الإطار والتيار من إشكالية، لا، ندخل في إشكالية ما بين الاتحادي والديمقراطي، لأنه الاتحاد مصر على أن يكون رئيس الجمهورية من عنده، والديمقراطي مصر هذه المرة أن يرشح السيد هوشيار زيباري من عنده. أما قضية يعني الخشية الذي يعتقد بها البعض أنه الإطار والتيار على أساس أنه التيار الصدري بعد أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارا يعيد ترشيح السيد هوشيار زيباري على أنه سوف يذهب إلى ترشيحه في البرلمان، وهذه عودة إلى التحالف الثلاثي، ومن الممكن أن يمضي بأغلبية كبيرة في الجلسة القادمة، فإن استطاعوا أن يعني أن يشكلوا هذه الأغلبية التي تتمثل بحضور 220 نائب، فمن الممكن جدا أن تمضي العملية بشكل طبيعي. ردت فعلكم إذا ما أعيدت الأمور يعني على هذه الشكل ضمن هذا السيناريو، وما هي ردة فعلنا أمام مرور السيد الحلبوسي في الجلسة الأولى؟ يعني وحينها كان الإطار لم يدخل أصلا للقاعة ولم يصوت على هذا الموضوع. لا توجد ردة فعل أمام القضايا التي تحدث بشيء فيها شيء من القانونية، اللمسة القانونية. نحن نتحدث دكتور زيد مرة على عن التحاور وعن المفاوضات وعن الاتفاق، لأننا نعتقد أنه الاتفاق يفضي إلى عملية سياسية فيها شيء من الاستقرار، ومرة نتحدث عن جنبة قانونية وقرارات قضائية، فبالتالي ملزم يعني ملزمة كل الأطراف ليس فقط الإطار. يعني الإطار الآن احترم قانون المحكمة الاتحادية لمرتين كان قد قدم فيها اعتراضا وردت الطعون، فبالتالي الجميع أيضا يجب أن يحترم هذه القرارات مهما كانت. لكن يعني تدري أستاذ وائل، يعني ما بعد جيد ما بعد يعني احترام القرار والتعاطي مع مخرجات قرارات المحكمة الاتحادية، نواياكم السياسية مقاطعة، ضغط لأجل المشاركة مستمر، معارضة، يعني أكيد واحدة من هذه السيناريوهات الثلاث، ماكو غيرها. هسه أنت سميتها نوايا سياسية، والحقيقة ليست هناك من نوايا مخفية على الآخرين، لا، مطروحة من قبل الإطار، طرحها في أكثر من مرة، قال إن لم أكن بكل الإطار مشتركا في الحكومة القادمة فإنني أمام خيارين، المعارضة أو المقاطعة. أعتقد أنه إذا سعت الإطار التنسيقي إلى تشكيل أطراف يعني ينضم معه لتشكيل عدد يصل إلى 110 أو أكثر، يعني وكأنه بالمفهوم العام الذي يتداوله الآن الجميع هو الثلث المعطل، حينها سيذهبون إلى المعارضة. إما إذا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا الرقم، فأعتقد الرغبة إلى المقاطعة هي الأقرب للنوايا كما ذكرت. جيد. أستاذ نزار حيدر، مرحبا بك ضيفا في حوار التاسعة. رأيك بهذه المعلومة التي بدأنا بها الحلقة،
قضية أنه شير زيباري غدا قد يصدر قرار من المحكمة الاتحادية بأنه متاح لأن يدخل مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية في مجلس النواب. السيناريوهات المتوقعة في حال صدر مثل هذا النوع من القرارات من المحكمة الاتحادية؟ نعم، شكرا جزيلا، تحياتي لك يا دكتور زيد وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. حقيقة أنا لا أدري ماذا ستقرره المحكمة، لكنني الذي أدري به وواثق منه هو أولا اليوم ثبت أن قرار السيد مقتدى الصدر بعدم حضور كتلته لجلسة البرلمان لم يكن خوفا من حضور أغلبية الثلثين، والدليل على ذلك أن الذين حضروا اليوم من النواب وهم كانوا يحضرون على أي حال 58 نائب، إذا نضيف لهم الكتل الثلاثة الرئيسية المتحالفة 180 تقريبا، فيصيرون حوالي 240 نائب يحضر الجلسة. فإذا القضية كانت واضحة منذ البداية أن الموضوع لا علاقة له بالتخوف من انعقاد الجلسة بأغلبية الثلثين، هاي أولا. يعني تقصد ثبت بأن التحالف، يعني التحالف الصدري السيادة البارتي هو الكتلة الأكبر. نعم، لما غاب الجميع ولم تعقد جلسة، هذا اللي تقصده؟ أكثر من هذا الذي أريد أن أقوله دكتور زيد هو أن يعني مع الآخرين 240. نعم، البعض قالوا أن الصدر جمد حضور كتلته إلى البرلمان لأنه يتخوف من انعقاد الجلسة. اليوم تبين أنه لا، القضية ليست كذلك. يعني لو ما كانوا مقاطعين وحاضرين القوى الرئيسية الثلاثة المتحالفة كنا نحضر، يعني نلاحظ أن الجلسة تنعقد ب 240 نائب، هاي أولا. الشيء الثاني، نقطة مهمة جدا، كل الذي جرى في اليومين الأخيرين لا علاقة له بالإطار التنسيقي، لا من قريب ولا من بعيد. يعني بمعنى آخر أن الإطار التنسيقي غير معني بالقضية، لأن أنا أعتقد لأن الحوار بين التيار والإطار أصبح من الماضي، وهذا ما أشار إليه السيد هادي العامري يوم أمس بتصريحه الذي تداوله كل العراقيين عندما قال أن الموضوع الحمزة أبو حزامين ما يقدر يعرفه أو ما يقدر يحله، يعني من هذا القبيل. يعني وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة اليأس. الإطار اليوم أنا في رأيي كما تفضل، يعني هناك قطيعة، يعني هناك قطيعة ما بين الإطار والتيار، مو بسبب تجميد السيد الصدر مفاوضاته، لكن بقدر ما تمسك الصدر بخياراته. يعني هناك الآن أمام التيار، أمام الإطار، واحد من خيارين، إما أن يذهب مع الصدر ناقصا المالكي، أن يذهب إلى المعارضة. طبعا كما قلت يمكن قبل عدة أيام على برنامجك الكريم، قلت البعض يتحدث عن احتمال أن الإطار يقاطع، لا ما يقاطع، اطمئن الإطار لا يقاطع، والدليل على ذلك جلسة البرلمان الأولى عندما عاد بعض يعني نواب الإطار وصوتوا لصالح السيد الحلبوسي. واليوم البارحة أو اليوم تداولت كل وسائل التواصل الاجتماعي خبر تقديم رئيس كتلة الفتح ورئيس كتلة بدر للتهاني وشدة الورد للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب لفوزه بهذا المنصب. هذا يعني أن الإطار لا يقاطع العملية السياسية ولا يقاطع البرلمان، هو أمام خيارين. يعني هذا الموضوع انحسم الآن، القضية يعني الموضوع كلهم غير معنيين به، هم أمامهم خيارين، إما أن يذهبون إلى أيهما ترجح ناقص أنا طبعا إلى آخر لحظة لا أدري، يعني لكن إلى آخر لحظة أرجح الخيار الأول أنهم يذهبون إلى الصدر ناقص المالكي. لكن يعني كما تعرف دكتور، أنا دائما أقول العملية السياسية في العراق مثل لعبة الـ يعني الريسز أو الطاولة،
يعني ما تعرف يعني شلون تنقلب الأمور وشلون تتغير المفاوضات وشلون تتغير النتائج في آخر لحظة. مو إذا تعتمد على أي السيد العامري، على قولتك السيد العامري يعني ضربت عليه مثالين وهذا الثالث يقول إحنا لو نروح سوية لو نعارض أو ما نشارك سوية. نعم، لكن أنا كما قلت يعني من خلال معلوماتي حقيقة والله أعلم، أنا أعتقد أنهم في نهاية المطاف سيذهبون مع الصدر ناقصا المالكي. اما اذا اختاروا المعارضه فانا اعتقد حقيقه يعني سيقدمون خدمه عظيمه جدا الى الديمقراطيه في العراق والى العمليه السياسيه، لانهم سيجدون كتل نيابيه بعدد لا باس به، ربما يساوي عدد مقاعدهم، وبالتالي يشكلون كتلة برلمانية. نعم. معارضة لا بأس بها. لكن إذا تسمح لي أضيف شيء، هذه فكرة الثلث المعطل، طبعا هذه ما لها قيمة في العراق. جيد أستاذ بزار، أنا هذا الثلث المعطل إذا تسمح لي. أنا الثلث المعطل أريد أفرد له محور خاص، يعني ما أريد حقيقة أدمج المواضيع، لأنه هذا مصطلح الناس تتكلم وتناقلته وتحتاج إلى شيء من التفصيل، فأنا جاية ضمن محور رئيسي حقيقة أستاذ دجار، فأقطع سالفتك بخير بس حتى أستمر بالمحاور مع الآخرين في تسلسل الفكرة. أستاذ رافد العطواني، أرجع للسيناريو المحتمل اليوم غد اللي يعني سمعته كمعلومة من أحد الأصدقاء المقربين لصناعة القرار، غدا المحكمة الاتحادية قد تقول بأن السيد هشار زيباري متاح أن يدخل حلبة التصويت في داخل مجلس النواب. على أساس ذلك سيكون هناك اتفاق سياسي على عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. السيناريوهات المحتملة أمام مثل يعني هذا النوع من الخطوة التي تعطلت اليوم وقد تخطى نهاية الأسبوع حسب اتفاق الكتل السياسية. أستاذ رافد مرحبا. نعم، حياك الله أخي دكتور زيد، وحيا الله جميع ضيوفك الكرام ومشاهدي وعاملي قناة التلفزيون. مرحبا. أعتقد أن قرار المحكمة الاتحادية إذا ما يعني عادة السيد هوشير زيباري كمرشحا إلى يعني رئاسة الجمهورية، أعتقد سيرفع الحرج عن السيد مقتدى الصدر، وبالتالي سيكون هنالك مبررا لأن يعني يتوافق السيد الصدر مع حلفائه الاثنين الديمقراطي و مع السيادة، وبالتالي سيمرر السيد هوشير زيباري الذي يعني خشاه السيد مقتدى الصدر هو الجانب القانوني للسيد هوشير زيباري، لأنه السيد رفع عنه يعني سحبت منه وزارة المالية، وبالتالي كان شعار السيد مقتدى الصدر هو عملية الإصلاح، وبالتالي كيف يمكن لسماحته أن يكون يعني مصلحا وأن يؤتي بشخصية عليها مؤشرات قانونية. إذا ما أقرت يوم غد المحكمة الاتحادية طبعا سيسلم السيد مقتدى الصدر وسيدفع بالكتلة الصدرية إلى تمويل السيد هوشير زيباري. عودا يعني تأصيلا لهذه الفكرة، أيضا لدينا شخصية كان تابعا للتيار الصدري هو السيد جواد الشهيلي، هذا الشخص أيضا يعني تعرض للكثير من التشويه الإعلامي، وكان له حادثة يعني في وزارة التجارة يعني العفو وزارة الزراعة، وحادث مشهور بأنه أخرج أحد السجناء أو أحد أتباع التيار الصدري، وبالتالي عرضه السيد مقتدى الصدر على القضاء والداخلية العراقية، وعندما يعني بر السيد جواد الشهيلي أعيد الآن إلى التيار الصدري، وبالتالي السيد الصدر كان محرجاً وعلى البارتي ايضا تحديدا على ان يساعد السيد الصدر بان يفرق يعني يرفع الحرج منه اذا ما اقرت يعني يوم غد المحكمه الاتحاديه بان السيد هوشير زيباري يجب ان لا يخوض. ليش تعتقد استاذ رافد، ليش تعتقد بان يعني فعلا هناك حرج على السيد مقتدى الصدر حينما اقرت المحكمه الاتحاديه بضروره تدقيق سيره هوشير زيباري مرشحا؟ يعني ألا تعتقد بأن هذا الموضوع، خاصة أن هناك تغريدة عقبتها بأن القضاء يعني أن له مطلق اليد والصلاحية، بمعنى أنه متماهي مع مثل هذه الخطوة، ليس فيها حرج، ليس فيها مشكلة،
لو كانت محرجة لهددت التحالف ما بين الصدر والبارتي بالأساس. لا أنا أعتقد أنه هو يعني مقتدى الصدر يعني تحليلي لشخصية مقتدى الصدر يتأثر كثيرا بالضغط الإعلامي، وحتى يعني القطيعة ما بين مقتدى الصدر والسيد نوري المالكي هو بسبب تصريحات بعض يعني قادة دولة القانون الذين يعني على يعني ربما السيد وائل الركابي يعني أرجو المعذرة هو أحد الأسباب التي يعني هي من دفعت بالسيد مقتدى الصدر بأن يقاطع، لأن كثيرا ما يخرج يعني بصوت وائل الركابي صارت قطيعة ما بين المالكي والصدر. معقولة قطيع رجال فقير ترى؟ لا أنا يعني بمحبة أقول للسيد وائل الركابي بمحبة يعني بمحبة يعني الشرخ الذي حصل بين مقتدى الصدر والسيد على هذا الحكي كل صوت وائل الركابي هذا التأخير وقطيعة الإطار والتيار كل صوت وائل الركابي. نعم مو الإطار ليسوا مجتمعين إطار ليس تحالفا. لا ما هو كان فضت يعني أساس المشكلة ما بين التيار والإطار علاقة الصدر بالمالكي وتحفظ الطرفين لأحدهما الآخر. أكثر الخاسرين وأكثر المتضررين هو دولة القانون، لأن الاعتبار كثيرة دولة القانون يعني هي الكتلة الأكبر داخل الإطار التنسيقي، وبالتالي لو كانوا أكثر نعومة في التصريحات ويعني قذف التهم للصهينة للتيار الصدري وأن مقتدى الصدر هو يعني متماهي مع المشروع الصهيوني ومتماهي مع الإرادة الخليجية، هذا الطرح من قبل السيد وائل الركابي وكذلك السيد المانع، أنا أعتقد هم هاتان الشخصيتان يعني لربما حتى تصريح السيد المالكي قبيل الانتخابات، نعم هو استفاد كثيرا من تصريحاته لأن هنالك الكثير من يعني الشعب العراقي هم ضد من يعني التيار هذه التصريحات هم تدفع. معذرة أستاذ رافد، هاي تحتاج إلى وقفة وسيكون للأستاذ وائل الركابي طبعا حق التعقيب عليها. لا جيد 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 كلام بهذه الطريقة بوضوح بوجود الضيوف الآخرين هذا يدل على يعني مروءة حتى في الاختلاف والخصومة. أستاذ عماد باجلان ذكر، مرحبا بك طبعا ضيفا في حوار التاسعة مرة أخرى، ذكر الأستاذ وائل الركابي بأن قضية ترشيح هوشيار زيباري مو مشكلة الإطار والتيار. ما يخالف سيرجعوا لك الشباب أستاذ وائل، شباب رجعونا الأستاذ وائل. أستاذ عماد، مشكلة هوشيار زيباري وما حصل من تجميد حتى تدقق ملفاته هاي مو مشكلة إطار وتيار، هذه مشكلة بارتي يكتي، وبالتالي إذا ما يعني حسب المعلومة اللي فتحنا بها الحلقة رجع هوشيار وبرئ في المحكمة الاتحادية، ليس برئ وإنما منحت أو أعطي ضوء الأخضر حتى يعود إلى السباق الانتخابي ورفع التجميد عنه، هذا يعني القطيعة التامة ما بين الطرفين، كيف تعلق؟ نعم دكتور زيد، بداية تحية لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين قناة الفلوجة. يعني شو نسوي ويا السيد وائل الركابي؟ أبو المشاكل دي يسوي لنا مشاكل، من هناك سوى مشكلة بين السيد مقتدى وبين السيد مالك، من هذا يريد يسوي مشكلة بين البارتي والجاكيتي، بس على كيف سوي ويا؟ على كيفك ويا رجال. نعم دكتور زيد، أولا مرشحنا دكتور هوشيار زيباري، يعني الكل يعرف أنه مسألة سحب الثقة من عنده كانت سياسية، وإلا إذا كانت مسألة تتعلق بالنزاهة وبالمثالية، كتلة الاتحاد اللي هي رفعت دعوة ضد مرشحنا، يعني ليش ما شاركت بالتصويت آنذاك 2016؟ ما شاركوا بتصويت إقالة السيد هوشيار زيباري، المسألة كانت مسيسة، كان أكو هناك مشاكل بين بغداد والإقليم، كان أكو مشاكل بين دولة القانون بين حيدر العبادي، كانوا يطلقون على حكومة حيدر العبادي الحكومة المنبطحة وأقالوا أكثر من وزير، هذا واضح عند الكل. هذا واحد. اثنين، سيد هوشيار زيباري يعني ما عنده أي مشكلة، وإحنا كبارتي تعرف أنت أكثر جهة ملتزمة بالقانون وتؤمن بالمهنية القضاء العراقي ونزهة القضاء العراقي. الأمر الولائي يعني أنت المرشحين لما قدموا أسماءهم مروا بأربع مؤسسات، التعليم العالي، نزاهة، المساءلة والعدالة، القيد الجنائي، كل هذه الأوراق مرت، ليش ما قالوا أكو مشكلة أكو شو؟ لكن هي مناورة سياسية لعرقلة وتأخير
يعني مسألة خوض المنافسة الانتخابية بالنسبة للمرشحنا، لأنهم يعلمون أنه ذاهب نحو قصر السلام. لذلك لكن مسألة الإحراج، مسألة الإحراج واردة أستاذ عماد، مسألة الإحراج واردة. يعني أنا أقول لك، يعني أنا أقول لك، إلى أي درجة، إلى أي درجة اللي ذكره، اللي ذكره الأستاذ رافد بأن مقتدى الصدر أحرج، إلى أي درجة أيضا السيد البارزاني محرج؟ لا لا، شوف أستاذ دكتور زيد، تغريدة قبل القطيعة، تغريدة السيد مقتدى كانت واضحة، بدأ بالإذا، إذا الشرطية، يعني إذا لم يستوفي شروط إحنا ما نصوت له، بس يعني هذا ما هذا معناه أنه يعني إحنا نترك الشغلة للقانون، هذا واحد. اثنين، عدم حضور، عدم حضور التيار الصدري، هذا دعم لموقف السيد هشام زيباري. يعني تتصورها اليوم التيار الصدري اللي جايين والتحالف سيادة جايين والإطار جايين والاتحاد، كانوا يمررون، كانوا يمررون أي مرشح يردون، يعني خاصة الدكتور برهم صالح. بس لما امتنع عن الحضور لأنه كان يعلم سيد مقتدى الصدر والتيار كان يعرف أنه رافعين دعوة، لهذا امتنع عن الحضور. هذا واحد. اثنين، مسألة القطيعة بيننا وبين الاتحاد، لا أبدا، احنا هذا سيناريو 2018 كان موجود بعد اجتياز مرحلة سباق الرئاسة والذهاب إلى قصر السلام، عادت الأمور طبيعية وشكلنا حكومة بإقليم كردستان وعادت التحالفات، وخاصة يعني هذا الحزبين الرئيسيين بإقليم كردستان ما قدامهم سوى طاولة الحوار وفتح حوار جديد، لأنه بيناتهم مئات النقاط المشتركة والأهداف المشتركة. قواعد الحوار راح تختلف، قواعد الحوار احنا من بعد وفاة مام جلال، من بعد 16 أكتوبر، من بعد 2018، لما 2019 ما صوتوا السيد نيتشيرفان بارزاني، احنا قمنا نعتمد على الاستحقاق الانتخابي بالحد الادنى، مو على يعني 100% بالحد الادنى. فما يصير انت اكو حزب عنده 17 مقعد يمشي حزب عنده 33 او 31 معقد ويخلي له شو اسمه، قول وياي خريطه تحالفاته، يقول له روح وتعال وتحالف مع التيار او مع الاطار او. لذلك هذا ما يصير دكتور زيد، احنا نريد يا اما نفوت باتفاقية استراتيجية جديدة مثل ما كان ايام المرحوم مام جلال، ويعني ما نروح بمرشح واحد كل الاحزاب الكردستانية ايا كان من اي حزب، ولكن المشكلة انه الاتحاد يعني يتحالف مع الجهة اللي يريد ويجي يقول انت ما يصير تتحالف مع الجهة اللي تنظرون على ان الاتحاد اليكتي حليف للاطار، لو ما تنظرون الى على هذه الشاكله باختصار بالله سلامة. يعني للامانه اكو جزء من الاطار وقالوها على التلفزيونات، قالوا مستحيل نخلي باربيل بهاي القوه، احنا لازم نعمل على شق الصف وعلى اقامه ادارتين من الاطارين، انا متحاور معاهم. فجزء من الاطار نعم هم دي يدفعون الاتحاد وهم دي يساندون الاتحاد في سبيل احراج التحالف الثلاثي اللي اصبح بين الكتله الصدريه والبارتي والسياده، هذه واضحه عند الكل. لذلك احنا نؤمن بالقضاء العراقي، ننتظر يوم غد او بعد غد شنو راح يصير. اتصور بتصوري راح يصير تجاوز على المواقيت الدستوريه، انه ما راح نلحق، اتصور هذا يعني تصوري الشخصي وليس فلاق دستوري، تجاوز على المواقيت الدستوريه، وهذا هاي الشغله محصوره حصرا بين المحكمه الاتحاديه وبين رئاسه البرلمان والجهات القانونيه بالبرلمان. طيب استاذ وائل الركابي، نعتذر طبعا على الاشكال الصوت القطع اللي صار، يعني مثل ما حملك رافد العطواني مسؤوليه الخلاف ما بين الاطار، همين بلش عماد باجلان يحملك مسؤوليه يعني هم اشكاليه البارتي واليكتي، فلك حق التعقيب يعني حتى نكون منصفين وياك. يعني بقوا بس السيادة ما يحاولوني حتى أطلع أنا المذنب الوحيد في كل ما جرى في الدولة العراقية. نزار حيدر من عنده مواقف من عندك فما خلصان أنت اليوم. بالتأكيد يعني إذا كنت أنا أن أكون يعني الضحية إلى العراق فماكو مشكلة، إذا الكل يتفق فيما بعد أن أتحمل المسؤولية. أنا أعجب حقيقة للطرح اللي طرح السيد رافد العطواني، يعني أنا أصلا إذا كان الحديث الموقف الذي بناه السيد العطواني على معلومات يعني أكيدة أو على ما يسمع من هنا وهناك، فبالتأكيد يعني أنني من الدعاة دائما إلى التقارب ما بين
دولة القانون بشكل عام، يعني قبل أن يكون اسم وعنوان الإطار التنسيقي ظاهر إلى الساحة السياسية من أكثر من سنة أو أقل من سنة تقريبا، وإلى الآن أنا من دعاة التقارب ما بين الكتل الشيعية بشكل عام، وأدعو إلى أن تمضي العملية السياسية بشكل ليس فيه تأثير على الجانب. أما إذا خلاني سيد رافد أن أستطيع أن أؤثر على زعامتين وقيادتين كبيرة، أستطيع أن أؤثر على تغيير قرار المالكي، وأستطيع أن أخرج بردة فعل من السيد مقتدى الصدر على أن يتقبل بطرح وائل الركابي. هذه يعني ما أدري هو طرحها من باب الحسنة والإعجاب أم من باب النقد وتحميل ما أتحدث به. عموما يعني لا لا، هو حملك المسؤولية. أنا حسب ما فهمت حملك أنت وعادل المانع مسؤولية هذا التعقيد والتصعيد ما بين الطرفين، صح أستاذ رافد لو أنا غلطان؟ أبدا، أنا أقولها بمحبة دكتور أستاذ وائل، أنا أقول لك بمحبة أنه السيد مقتدى الصدر وحسب معلوماتي وتابع بدقة جميع يعني أغلب اللقاءات وهذه السمات التي تخرج عبر الفيسبوك يعني من مقاطع، أنت حضرتك يعني اتهمت الكتلة الصدرية واتهمت يعني تحديدا يعني قبل الانتخابات موضوعة يعني رفع العملة يعني الدولار مقابل الدينار العراقي، والكثير من الجروبات الخاصة لا بس تأخذ لها السكرة. واضح السيد خلي يكمل أستاذ وائل، هذا وقت يعني جيد هذه قراءة مهمة، تفضل أستاذ وائل تفضل. وبالمقابل دكتور زيد، بالمقابل أيضا كما أحملت مثلا الكتلة الصدرية موضوعة رفع سعر الدولار، أيضا حملت من مع الكتلة الصدرية من صوت لهذا القرار، وحملت من مع الكتلة الصدرية وهم فتح بالتحديد الذين جاءوا بهذه الحكومة. أنا لا أتحدث من قضايا، هذا انتماء سياسي، يعني لا يوجد ضير في أن يتبنى شخص وعراقي معين فكرا سياسيا معين، قد يتقاطع سياسيا لكن هذا التقاطع ليس تقاطع شخصي، وبالتالي التيار الصدري يحمل دولة القانون، يحمل الفتح، يحمل السنة في بعض الأحيان مواقف معينة، وكذلك العكس أيضا حمل البعض التيار الصدري، واليوم كان تصريح للسيد مشعان الجبوري أيضا حول موضوع التوافق مع حول اختيار رئيس الجمهور رئيس وزراء إذا ما تم طرحه من قبل السيد مقتدى الصدر أيضا كان إلى رأي. فبالتالي هذه المواقف مو هي مدعاة خلاف أو مدعاة إشكال وتحريض، أبدا أبدا أبدا، يعني أنا من الذين أعتقد بنفسي وسطي، يعني لا أميل حتى إلى التصريحات الرنانة. أنا مرات ويا أستاذ نزار من واشنطن أدخل وياه بسجالات، يعني وبعض الأحيان أتندم أقول يعني ماكو داعي أن أدخل في سجال وانفعال بقدر ما أنه الموضوع هو موضوع حوار يجب أن نوصل ما نريد إلى المواطن بشكل دقيق وكل حسب رؤيته. أستاذ وائل حتى أرجع للموضوع، هذا التوضيح جدا مهم. لما وقفت مشكلة ترشيح زيباري، تدري صارت حملة على هوشيار زيباري سجوابة وملفات فساد، كما هي الحملة على التحالف الثلاثي أنه يعني مشروع إماراتي بريطاني أمريكي قطري إلى آخره. إذا ما مرر هوشيار زيباري يعني هل فعلا يعني يشعر الإطار التنسيقي بتهديد وجودي، وفعلا بأن الإطار التنسيقي مثل ما ذكر الأستاذ نزار حيدر ما أمامه سوى أن يتخلى عن المالكي في سبيل أن يبقى مشاركا في صناعة القرار؟ طبعا أنا لم أذكر أصلا أن هذا التحالف الثلاثي بناء على تدخلات خارجية إماراتية بريطانية ما أعرف إيش، لم أتحدى وأتحدى شخص يقول لي أنت في لقاءاتك ذكرت هذا الموضوع، أبدا أبدا أبدا. اثنين، إذا ما ذهب الموضوع اختيار هوشيار زيباري واستطاعت الأطراف البرلمانية أن تحصل على لعنة الله على الشيطان، أن تحصل على العدد الكافي للتصويت عليه اكتمال النصاب و220 صوت، يعني أنا قلت لك ببداية الحلقة هالقضية ماذا سيصنع الإطار؟
سيرغم على وإن كان مراغب تصويت هوشيار جيباري، وإن كانت العملية السياسية في رأيي الحوارات والمفاوضات قد تجعل من الإطار يصوت إلى هوشيار جيباري، كما هو الحال عندما قال الإطار لا تجديد للرئاسات الثلاثة، لا للجمهورية ولا رئاسة الوزراء ولا البرلمان. عندما انتخب السيد الحلبوسي ماذا صنع الإطار؟ لم يصنع شيء. واليوم هناك أيضا كانت قبل وجود السيد هوشيار جيباري كانت هناك بالحديث أنه من الممكن إعادة رئاسة الجمهورية للسيد برهم صالح وللكاظمي رئاسة الوزراء. يعني كل ما أقول أنا شخصيا أتحدث أقول إذن ما الداعي للانتخابات المبكرة؟ وهذا حق مشروع أن أقوله كما يقول أي عراقي آخر. شنو الفائدة إذن من الانتخابات المبكرة إذا أنا أعيد رئاسات ثلاثة مثلا بنفس الشكل؟ عموما أعتقد الإطار سينسحب من الجلسة إذا كان لم يريد التصويت إلى السيد هوشيار، وإذا أراد أن يصوت فبالتأكيد أنه سيصوت. لا وإن أنا أسأل أستاذ وائل عن مستقبل مستقبل أستاذ 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 وائل، دخول زيباري إلى قصر السلام هذا يعني سهولة تكليف رئيس الوزراء اللي هو قد يكون مصطفى الكاظمي وهذا مخالف. هنا أنا أريد أسألك عن وحدة الإطار التنسيقي، هل سيبقى لو فعلا يعني سيجبر على التماهي مع مشروع مقتدى الصدر ويقبل بانفصال نور المالكي عنه؟ لا، سيبقى موحدا ولن يدخل إلى أي حكومة بشكل متقطع ومتجزئ وبعيدا عن دولة القانون. فإن ماكو ضمانات، هذا موقف رسمي لقيادات الإطار التنسيقي. يعني لغاية اليوم قبل العصر أنا كنت مع شخصيات من الإطار التنسيقي، لحد هذه اللحظة هم مصممين على المواقف. أستاذ نزار، المواقف السياسية، المواقف السياسية تتغير. تعرف الإطار التنسيقي جمعه نتائج الانتخابات، انتهت نتائج الانتخابات، اعتراضات كم هائل، لم تعد هناك قضية يجتمع عليها الإطار التنسيقي إلا بوجود ضمانات. لذلك أسألك عن الضمانات. السؤال إلي. انقطاع صوته يا أستاذ وائل، يسمعنا؟ ها أستاذ وائل بس باختصار. نعم. جاوبني على هذا السؤال. إيه إيه. باختصار جاوبني لو سمحت. يعني أنا لا أعتقد أن هناك يعني ثمة ضمانات يجب أن أطرحها، يعني أستطيع أن أقولها. سواء أنه الإطار متفق على أما أن يشترك بالحكومة أو يخرج، خلص لا توجد هناك أي ضمانات ولا توجد أي شيء، ومستعد أن يتعاطى مع السيد هوشيار جيباري إذا ما تم الاتفاق عليه بأنه رئيس جمهورية العراق، وسيتعاطى معه كما يتعاطى ويتعاطى ربما مع الكاظمي، ويتعاطى مع الكاظمي طبيعي. خلص يعني سلم الإطار بقواعد جديدة لإدارة السلطة إذا ما مرر، وسيتعاطى مع الكاظمي إذا ما مرر أيضا بنفس الطريقة. يعني لا يوجد لدينا خروج على القانون وعلى عدم احترام الرئاسات الثلاثة. جيد أستاذ نزار، على الرغم من قناعة أم غير قناعة. جيد أستاذ نزار، هذا الكلام معناه الإطار التنسيقي سلم بالمعادلة السياسية الجديدة يعني دون ردود أفعال متوقعة. سابقا كان الحديث عن ردود أفعال بالسلاح بالشارع بالميدان بالتظاهرات احتجاجات قرب المنطقة الخضراء. الآن الأستاذ وائل يقول لك لا، احنا مسلمين، ما عندنا مشكلة، نحترم القضاء ونتعاطى حتى مع مصطفى الكاظمي الذي كان في يوم من الأيام خط أحمر. ما قلت مسلمين. لا أستاذ نزل. اي واضح واضح، يعني خلص تسلمون. يعني لما أقول تسلمون مو معنى تستسلمون، يعني نحن بقدر نحن ما تتقبلون. نعم، مع عدم الإشكالية. أي نعم. أي أستاذ نزار حيدر، شلون تعقب؟ يعني حقيقة أنا هذا الكلام سمعته قبل 4 أيام، كنت على إحدى الفضائيات. ليش دين قطع عندي الصوت؟ وكان معي كذلك متحدث باسم الإطار أو باسم دولة القانون حقيقة، لأنه أنا أعتقد أن الإطار ليس إطارا وإنما أطر. سمعت منه نفس الكلام، يعني مستسلم ويقبل بما سيقره مجلس النواب. وأنا أعتقد أن السبب حقيقة، يعني إذا نريد نعرف السبب الحقيقي يلزم أن نعود إلى الجلسة الأولى لمجلس النواب. في تلك الجلسة اتضحت الأمور بشكل يعني صريح ولا لبس فيه.
عندما أولا تم انتخاب رئاسة مجلس النواب من دون حضور الإطار، على الرغم من أن الإطار يعني أخرج تلك المسرحية، يمكن تتذكرها أستاذ زيد، يعني من وراك ذلك المقطع على اليوتيوب حصد يمكن ملايين من المشاهدات. ليش من ورايا؟ ايش العلاقة؟ من وراك انت. مو انت ظليت تستدرجني الى ان سولفنا القصة، سولفنا النكتة. اي ذولي الموظفي يعني الاستقبال مال المستشفى تقصد. اي يابا على كل حال استاذ زيد، انا وياك حصلنا على مشاهدات عالية. اي هم زين. شنو الاشكال؟ بالعكس يعني طلعنا جول. زين لكن قضيه الاستسلام، انا بس اريد شويه تستوقفني هذا المصطلح، شويه مصطلح حساس. يعني الاطار التنسيقي استسلم بعد ما عنده الادوات التي يقاوم فيها التحالف الثلاثي ومشروع الصدر بالاغلبيه، خلص سلمها. الحقيقه هو كلام مثل ما قلت قبل قليل، كلام وتصريح السيد العامري امس او اول امس كان واضح جدا انه مستسلم وربما منهار، لأن حتى طريقة كلامه ما كانت طريقة سياسية، كنا شفناها يعني كانت طريقة يعني كأن متحدث منهار، متحدث أكثر من مستسلم، منهار حقيقة. وأنا طبعا ما كنت أتمنى أن يكون السيد العامري بالذات يظهر بهذه الطريقة، لكن على كل يعني أنا ما أعرف شلون أتكلم وليش أتكلم وشنو السبب، لكن هذه هي النتيجة، وهذه النتيجة يجب أن نحترمها. يعني إذا كان خيار الإطار هو الاستسلام أو الانهيار أمام مشروع السيد الصدر بشرط أن لا يكون استسلاما سلبيا، يعني بحمد الله اليوم إحنا نسمع من الضيف الكريم، وقبل 4 أيام كما قلت يعني سمعت من ضيف آخر محسوب على أو متحدث باسم دولة القانون، بدأوا يتحدثون بطريقة قانونية وطريقة دستورية أنهم يحترمون خيارات مجلس النواب، وهذا شيء ممتاز جدا حقيقة، يعني هذا أنا أعتبره شيء جدا مهم. هذا يختلف جذريا عما كنا نسمعه إلى قبل شهر كنا نسمع تغريدات بعض زعماء الفصائل اللي تحمي بعض المكونات السياسية في الإطار، يعني كنا نسمع واحد من عندهم يعني نتذكر شنو كتب، قال نحن لحد الآن لم نستخدم السلاح، فإذا استخدمنا السلاح فسوف لم يبقى كلبا ينبح أجلكم الله. مو هالشكل سمعنا من عندهم، هذه تغريداتهم موجودة. وواحد آخر قال راح نضرب ما أدري دول الخليج حتى ما أدري شو نسوي، وذاك قال ما أدري راح نضرب الكذا، يعني هذه تلك اللغة الخطأ وهذه اللغة الصح. يعني اليوم الأستاذ وائل حقيقة يمكن أنا أول مرة اليوم راح يعني أثني على كلامه، لأن هو هذا الكلام الصح. أنا صار لي 5 أشهر أتكلم بهذه اللغة، أنه يا جماعة الخير إما أن يكون بإمكانكم تشكلون الأغلبية وتشكلون الحكومة على رأسي كنا نأيدكم، وإما أن لا تستطيعون ذلك تفشلون في ذلك تذهبون إلى المعارضة. جي. وهذا الكلام كان يقول السيد الصدر من أول يوم، قالوا يابا لو أنا أشكل حكومة أنتوا تروحون للمعارضة، لو أنتوا تشكلون حكومة أنا أروح للمعارضة، بيشي هذا الكلام؟ لا، لكن بالنهاية هو يعني تمسك بخيار أحقيته بالتحالف الموجود بلغة الأرقام، أن يتبنى هو خيار. دكتور زيد. هذه يعني لماذا؟ اعتمادا على تحالفات سياسية. لأنه نجح. أحسنت، لأنه نجح في بناء تحالفات سياسية بين قوسين وطنية اللي أنا أسميها برلمانية، في حين الإطار لم ينجح بذلك. الإطار السيد المالكي ذهب واجتمع بالخنجر بعدين تبين أنه مو وياه. ذهب بوفد إلى أربيل اجتمع بالسيد مسعود برزاني بعدين تبين أنه مو وياه، فهذا مو سوتش الصدر، هذا مو بسبب بكل مو بسبب نجاح الصدر. أنا لازلت بسبب فشل الإطار. طيب أنا لازلت يعني فكرة أن الإطار سلم وسيقبل بالمعادلة الجديدة، هذه بعد يعني بعدني أنا كمراقب أضع عليها علامات استفهام. أستاذ رافد العطواني، هل بهذه البساطة
سيقبل الإطار التنسيقي بأن يكلف يعني بفوز زيباري ثم تكليف شخصية هي خارج موافقة الإطار التنسيقي وقواه السياسية؟ أشواي ما جاي تنبلع بالنسبة لي كمراقب بقوة الإطار الموجودة وسقف الخطاب اللي كنا نسمعه في مرحلة سابقة بعيد الانتخابات بعيد النتائج. دكتور زيد أنا أتفق مع الأستاذ نزار يعني الإطار يعني لا يمكن أن هو سبب التقارب بين الديمقراطي والسيادة بأن هنالك رؤى واحدة الإطار مجموعة رؤى يعني أنا من قلت عندما قلت أنه صهينة المشروع أو التحالف الثلاثي بين الصدر والبارتي والسيادة هذا متبنى داخل الإطار يعني أنا لست مع أنه السيد وائل الركابي أو دولة القانون قد طرحوا هكذا طرحا لكن هو مجموعة رؤى الولائيين أو الفصائل المحسوبة على إيران داخل الإطار التنسيقي دائما ما تلوح إلى الملف الأمني أو صهينة هذا التحالف وبالتالي يعني التعاطي مع الإطار التنسيقي ككتلة واحدة لا يمكن أنا مع أتفق مع السيد نزار ربما سيرحل مع السيد مقتدى الصدر جزء من الإطار لأسباب عديدة واحدة من هذه الأسباب دكتور زيد إذا لاحظت أن هنالك شرخا بين الفصائل الولائية والحشد الشعبي تحديدا هنالك بعض المراكز الخبرية أنا لست يعني إلى الآن مصرا على أن الإطار ليس كتلة واحدة إن مجموعة آراء رؤى وغير متفقة ربما الاتفاق الوحيد هو معارضة أو تمثيل داخل الكابينة الوزارية المقبلة يعني حتى هذا الفرضية هي يعني السيد عمار الحكيم هو خارج هذه الفرضية وبالتالي يعني الصراع الموجود بين الولائيين والفصائل القريبة من مرجعية السيد علي السيستاني تحديدا فرقة عباس القتالية وتشويه شخصية يعني القائد أو رئيس الفصيلة نعم هكذا فرضية أبتعدت كثيرا ما بين يعني الفصائل الولائية التي هي تتماهى مع المشروع الإيراني ومع الحشد الشعبي. أستاذ رافد هل لك أن تتخيل بأن السيد هاد العامري يترك السيد نور المالكي منفردا في ظل يعني تحالفات علاقة قضية إيمان ولا زواج كاثوليكي إلى آخره هذه ببساطة تتصورها يعني هذا يعني مناط بمدى يعني فاعلية الجانب الإيراني إذا ما يعني الفاعل الإيراني إذا ما ضغط كثيرا على السيد هادي العامري بقبول النتائج الانتخابات والذهاب مع مقتدى الصدر حتما سيترك السيد هادي العامري منفردا السيد مالك وهذا خيار صعب طبعا عودا على دكتور زيد هنالك نقطة جدا أساسية دولة القانون للأسف الشديد نعم خياراتها جدا صعبة لأن رمزية السيد نور المالكي السيد نور المالكي لم يترك له خليفة أو مرشحا تفاوضيا آخر غير السيد المالكي وبذلك فرضية عزل السيد المالكي فرضية جدا صعبة على دولة القانون لأن سقوط السيد المالكي أو عزل السيد المالكي هو انهيار حتى لحزب الدعوة وتمثيله داخل العملية السياسية يعني أنت عفوا أنت أكو فصل ما بين دولة القانون وحزب الدعوة ربما ينهار ائتلاف دولة القانون لكن يبقى المالكي زعيما لحزب الدعوة حتى هذا الفرضية ممكن أن يخرج لنا لأن هذه يعني مناط بمدى خسارة حزب الدعوة تأثير التمثيل السياسي بسوء تصرف دولة القانون وزعامة السيد نور هذه المالكي هذه تبقى قضايا ربما تنظيمية تتطلب يعني دعوة إلى انتخابات مبكرة وحل القيادة واستقالة وشورى إلى آخره أستاذ عماد باجلان لو يعني دعي إلى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية ما هي السيناريوهات المتوقعة بديلا عن ما حصل اليوم بديلا عن جلسة اليوم يعني قرار المحكمة الاتحادية إذا رفعت التجميد عن مرشحنا الدكتور إشار زيباري طبعا هو الأوفر حظا وكلمة الفصل لممثلين الشعب نواب البرلمان العراقي وتقريبا كلمة الفصل للتحالفات احنا ضامنين الثلثين خلي تمثيل نعم التحالفات أدا أقول لك احنا ضامنين الثلثين احنا ضامنين الثلثين ضامنين الثلثين فلهذا لأنه احنا ضامنين الثلثين ويعرفون
حق المعرفة أنه هشار زباري سوف يكون رئيس الجمهورية. يعني بدأوا يعني يعرقلون العملية. كنا نتمنى أن تكون هناك منافسة شفافة شريفة فيها شيء من الفروسية، ولكن هذه الأمور يعني ما يعني لن تكون بالحزبان، ولذلك احنا ننتظر قرار المحكمة الاتحادية. وقلت لك هاي المسألة حصرا بين المحكمة الاتحادية وبين رئاسة البرلمان، هم راح يختصون فيما ما اذا تجاوزنا على المواقيت الدستورية. يعني اذا يوم غد ما طلع قرار محكمة اتحادية واعضاء البرلمان ما اجتمعوا تجاوزنا على المواقيت الدستورية، فيبقى الرأي الأخير لرئاسة البرلمان وكذلك المحكمة الاتحادية. نعم أستاذ عماد باجلان، أنا أقول بوضوح دكتور بوضوح زي. بوضوح عفوا عذر المقاطعة، بوضوح يعني مثل ما دنسولف عن قضية وحدة الإطار ويعني مستقبله في ظل مرور زيباري وتكليف مرشح، أيضا يعني الحديث كان كثيرا حول وحدة التحالف الثلاثي. إلى أي درجة كما يقال أن قاآني ضاغطا نحو تفكيك هذا التحالف ما بين الصدر والبارزاني على وجه الخصوص؟ لا لا أبدا، هذا غير صحيح. التحالف رصين وكونكريتي، هذا واحد. اثنين، القاآني لا يضغط على تفكيك التحالف. القاآني يطلب من الرئيس مسعود بارزاني تقريب وجهات النظر بين السيد الصدر والسيد المالكي. يعني بالمناسبة يعني السيد الصدر واضح ما عنده مشكلة مع بقية الإطار، مشكلته مع دولة القانون وتحديدا مع السيد المالكي. وللأمانة دولة القانون من كتل الفائزة، والسيد المالكي يعني ودولة القانون بزعامة السيد المالكي زعمون الإطار. بس أكو تسريبات اليوم سمعتها أنه أكو اختلافات بين سيد الحكيم والسيد المالكي والسيد العامري والسيد المالكي. ما نتمنى هذا الشيء، ونحن يعني نتمنى انه بالعكس الاطار يتوحد مع التيار ايضا يتوحد والبيوتات كلها تتوحد حتى تمضي العمليه السياسيه، والشعب العراقي ده ينتظر ويعني يتامل خير من الاحزاب السياسيه والكتل السياسيه. ولكن يعني خيار انه يا إما ألعب يا إما أخرب الملعب هذه ما ترهم. وبعدين لا ننسى دور السيد برهم صالح أيضا بهذه المسألة، يعني كانت واضحة. يعني بعيدا عن منصب رئيس الجمهورية، أنا أحترم من هذا المنصب، بس أنا دا أتحدث أو أنتقد مرشح لرئاسة الجمهورية السيد برهم صالح. أيضا يعني كنا نتمنى أنه يتنافس بفروسية. مشكلة السيد برهم صالح لأن اللي يعتقد بضرورة أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا لا مرؤوسا، صح؟ هاي شوية شوف هي ما هاي مال رئيسا لا مرؤوسا أو لا لا ما ضوجتنا أبدا. يعني أول شيء 2018 هو أجا على المرؤوس اللي دا يتحدث عنه، بعدين السيد البارزاني منو ما يتمنى أنه يكون رئيس له، وبعدين هو رئيس هشار زباري حزبيا، السيد البارزاني ما يتدخل بالمناصب الدولة أبدا. ثلاثة، السيد هشار زباري هو خال الرئيس مسعود بارزاني. أربعة، هو عضو مكتب سياسي منذ شبابه ولم يكن موظفا يوما ما في البارتي الديمقراطي الكردستاني. خمسة، يعني السيد برهم صالح أيضا راح زار السيد مسعود بارزاني 2018. ويعني أريد أوضح لك نقطة للمشاهدين الكرام أنه السيد برهم صالح مو هاي أول مرة يتمشكل على مسألة رئاسة الجمهورية. 2014 عندما قام الاتحاد بتكليف السيد فؤاد معصوم أيضا تمشكل وقدم استقالة من الاتحاد وراح شكل حزب، و2018 دخل بالانتخابات وجاب مدري 10 مقاعد أقل بوقتها، وكان ينطي تعهدات على التلفزيون أنه بعد ما رجع الاتحاد على أي منصب أيضا، مجرد ما عرضوا عليه المنصب رئاسة الجمهورية عاف الحزب الجديد وعاد الانتخابات إلى الاتحاد. وهكذا يعني الرجل متعطش للسلطة والمنصب. يعني جيد. والاتحاد الكردستاني أي. إلى دكتور زيد باختصار. حقيقة في مأزق وفي محر وإحراج. يعني يدركون ويعرفون تماما إذا ما عاد وخسر الانتخابات الرئاسية السيد برهم صالح وعاد إلى السليمانية سوف يكثف ويكثر من الانشقاقات الأصل الموجودة داخل الاتحاد. هذا خوف عليكم السلام، هذا خوف أكيد من القضايا التنظيمية. أنا أختم يعني معذرة في دقيقة لكل ضيف. أستاذ وائل الركابي، فكرة الثلث المعطل أليست فكرة مبالغ فيها؟ يعني ماكو إمكانية بالحالة السياسية العراقية أن يكون هناك ثلث معطل؟
في داخل مجلس النواب في دقيقة واحدة من لطفك. يعني هسه ليس بمفهوم الذي يراد منه الجانب السلبي على أساس هو عرقلة كل القضايا، بقدر ما أنه هو من الجانب التقويمي. يعني المعارضة كل ما يكون عددها قوي وكثير جيد يستطيع أن يستجوب وزراء، يستطيع أن يستجوب رئيس وزراء، يستطيع أن يصوت على تمرير قانون، أن يعارض ما إذا ما صار قانون في يرى فيه مخالفة وطنية. فبالتالي هذا المقصود به. لا يفهم الثلث المعطل هو وكأنه وضع الحجر في العصا في دواليب الحكومة والبرلمان. جيد أستاذ نزار حيدر. يعني اولا هي فكره الثلث المعطل الاخوه يعني يتحدث بها حقيقه استوردها من لبنان. في لبنان المقصود بالثلث المعطل هو في الحكومه مو في البرلمان. برلمان ماكو ثلث معطل. احنا الماده الدستوريه اذا ما يعني ما اكون مشتبه الماده 73 على ما اظن اولا الف تنص على أن كل جلسات مجلس النواب تعقد بأغلبية 50+1 من عدد أعضاء مجلس النواب، فماكو ثلث معطل. جلسة واحدة فقط اللي تحتاج ثلثي الحضور هو اختيار رئيس الجمهورية، فماكو ثلث معطل. نعم إمكاني. كانوا يردون أن يعني يحصلون على ثلث معطل في الحكومة، لكن كما نعرف يعني السيد مقتدى الصدر وبقية حلفائه في التحالف الثلاثي رفضوا ذلك. جي. وبالتالي انتهت فكرة الثلث المعطل. فكرة لذلك إن لم تكن فكرة الثلث المعطل لها قيمة في مجلس النواب أستاذ رافد العطواني، فلا يريد أن يتحدث أحد عن وجوده في المعارضة بما فيهم أخيرا عمار الحكيم، يقول نحن لا نشارك في الحكومة، لكن لا أحد يجرؤ على القول أنهم معارضة. في دقيقة واحدة دكتور زيد. نعم دكتور زيد، يعني هو الآن الأخوة في الإطار التنسيقي لا يفهموا أو لا يدركوا أن حقيقة ما بعد تشرين يجب أن يكون هنالك تغييرا، وأن هذا الثلاثي هو الماضي لتغيير الواقع السياسي. فكرة المعارضة فكرة إيجابية يمكن أن تقوم العملية الديمقراطية ويمكن أن تقوم الأداء الحكومي. الأخوان فشلوا أو أحرقت جميع أوراق الإطار التنسيقي، وهذه يعني التلويح بال يعني الثلث المعطل أعتقد هو أيضا سيخسره الإطار، وربما جزء من الإطار سيعمد على موضوعة الملف الأمني من أجل الضغط على السيد مقتدى الصدر وحلفائه. أستاذ عماد باجلان، هل بالإمكان لليكتي أن يجلس في المعارضة باختصار؟ يعني ما اتصور، يعني مساله المعارضه يعني حاله صحيه بس ما اتصور، واحنا ما نقدر نقول اي جهه روحوا للمعارضه، ولكن قلت لك الاشكاليه صارت هنا على رئاسه الجمهوريه. وبعد اجتياز مرحله رئاسه الجمهوريه قلت لك ان الحزبين الرئيسيين باقليم كردستان، وما ممكن انه يشتغل حزب وحده دون الثاني، لان اكو مشتركات واكو اهداف واكو مصير مشترك بيناتهم، لذلك لازم يتوافقون فيما. لا 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 لا، مو مسألة سليمانية. سليمانية أصلا هي سليمانية مو ملك الاتحاد، مثل ما أربيل مو ملك البارتي. محافظات إقليم كردستان ملك الشعب الكردستاني والشعب العراقي، هاي منتهي منه. ولكن أنه تقريبا هي مساحات نفوذ مغلقة. تهددني أوكي بس ما مسألة الانفصال، ما تدري دكتور زيد، أكثر محافظة تأخذ رواتب من إقليم كردستان هي السليمانية، يعني نسبة موظفيهم أكثر من باقي المحافظات، وارداتهم قليلة. هاي مال إدارتين، هذه ضغوطات إعلامية لا أكثر. جيد، شكرا جزيلا أستاذ عماد باجلان. أشكر الأستاذ وائل الركابي، وأشكر الأستاذ نزار حيدر، وأشكر الأستاذ رافد العطواني ضيوف هذه الحلقة. نلتقي غدا. السلام عليكم.